حبيت نشارككم في هذه الحكاية. هذه عندي صاحبتي واسمها لاميا. لاميا مطلقة وما ادتش حقها في المجتمع هذا كما يلزم، وحبيت انه اوصل لكم الرسالة هذه باش كاع المطلقات كاع المجتمع كاع يسمع بقصة لاميا. لاميا متزوجة ومطلقة، عندها طفلة وما ادتش حقوقات كما يلزم، وحبيت نوصلكم هذه الرساله باش كاع المجتمع يسمع بان المطلقه لازم تدي حقوقها في هذا المجتمع. من حقي ومن حق كل النساء المطلقات يعيشوا بكرامه في هذا المجتمع.